السلام عليكم أصدقائي وأحبائي من قناة From Inside Germany. كان معكم الآن مصطفى، أو الآن أنا معكم أخوكم مصطفى من ألمانيا. طبعا بصفتي أنا شخص أتعلم الدراسة الطبية في ألمانيا في الجامعة الألمانية في التمريض. سوف أشرح لكم وأتكلم لكم عن موضوع مهم جدا. هذا الموضوع قاموا الأشخاص بطرحه علي في التعليقات، وقاموا بسؤالي عن هذا الموضوع أن أقوم بالنشر عليه بفيديو قصير. سوف أحاول أن أعمل فيديو قصير، إما أن يكون فيديو واحد أو فيديوهات اثنان. طبعا أنا الآن في حديقة هنا في ألمانيا وأقوم بتقديم لكم هذه الحلقة. أتمنى أن تقوم قد تعجبكم إن شاء الله. كونوا معي. طبعا هذا المرض هو اسمه فيروس كورونا، فيروس وهو اسمه فيروس كورونا. هذا الفيروس طبعا أنا قد قمت بكتابة بعض المعلومات في الأوراق لكي أقوم بتلاعة المعلومات عليكم الصحيحة وليست الخاطئة، لذلك أحمل معي أوراق هنا في اليد. هذا المرض هو اسمه كورونا. أول شيء، لماذا اسمه كورونا؟ اسمه كورونا لأنه في اللغة اللاتينية، اللاتيني اللغة الإنجليزية الطبية، اسم التاج، التاج الذي يضعه على الرأس اسمه كورونا في اللغة اللاتينية الإنجليزية. وهذه البكتيريا، هذا الكورونا، شكله مثل شكل التاج، التاج، تاج الكورونا، يعني بكتيريا وفيها مثل التاج، تشبه التاج، تاج الملك الذي يضعه في الرأس أو هكذا، لذلك تم تسميته كورونا. طبعا هذا المرض وجد في الصين، في الصين في مدينة ووهان في 31 ديسمبر 2019. أول شخص قاموا السلطات الصينية باكتشافه في 31 ديسمبر 2019 في الصين في مدينة ووهان، قاموا باكتشافه، و هذا كان هو أول شخص تتم إصابته في مرض الكورونا، في فيروس الكورونا. فيروس الكورونا هو بكتيريا ليست عادية، وإنما بكتيريا قوية جدا، وتقوم أول شيء بإصابة الرئتين أو الأنف أو الجيوب الأنفية والفم أيضا طبعا، وهي قد تصيب الممرات التنفسية في الجسم. يعني هي أول إصابة تقوم بإصابتها هي الممرات التنفسية في الجسم، لذلك ترى الناس تقوم بصعوبة التنفس والقح القوي جدا، لذلك يعني هذه هي من المعلومات أنه لديه فيروس كورونا. يعني مثل ما قلت لكم، هو يقوم بإصابة الممرات التنفسية التي يتنفس منها الإنسان، وقد يصيب طبعا الإنسان والحيوان في نفس الشيء. ومثل ما قلت لكم يسمى كورونا لأنه يشبه التاج، كورونا باللغة اللاتينية الإنجليزية طبعا. وهو أيضا يصيب الجيوب الأنفية، ويصيب أيضا الأنف والحلق والبلعوم والرئتين، يصيب هذه الأماكن في الجسم، هذه الأعضاء في الجسم. ومثل ما قلت لكم طبعا، طبعا البداية كيف يصبح هذا كورونا، يصيب أي أشخاص، الأشخاص الذي قد يأكلوا الحية، الحية، الحياية، هذه الحيوانات الذي يقطعوها ويأكلوها، وطبعا هذا يصبح في الصين كثيرا. والخفافيش طبعا هذا ليس من عندي، وإنما لأنه الخفافيش والحياية فيها هذه البكتيريا التي هي اسمها كورونا، وهم لا يموتون يعني منها، هذه الحيوانات يعيشون عليها. فالأشخاص الذين يأكلون هذه الحيوانات، الخفافيش أم الحياية، فهم سوف يصيبهم كورونا فقط. وأيضا قد يصيب الأشخاص الكبر، يعني الذي عمرهم بعد 70 سنة، لأنه يكون الجهاز التنفسي لديهم ضعيف بعض الشيء لأنه عمره أصبح فوق 70. ويصيب أيضا الأشخاص الذين هم أطفالا، يعني لا يعبرون 3 سنوات، فسوف يصيبهم أيضا. وطبعا للأشخاص الذي يكون لديهم مرض في التنفس أو في الرئتين، يصيبهم أيضا هذا المرض بسرعة.
وهو يتوزع طبعا بسرعة، لأنه في كل مرة يقوم بالعطس يقوم بالإنسان بالعطس، في كل مرة يقوم هذه البكتيريا تتوزع تقريبا 100,000 خلية تتوزع في كل مرة إذا كان قد عطس فيها الإنسان أو مثلا القح في نفس الوقت. طبعا هذا المرض حاليا متواجد في الشرق الأوسط في دول عربية وفي دول أجنبية. في الدول العربية مثلا لدي أنا معلومات مهمة يعني ودقيقة، ومنها طبعا الدول العراق أو لبنان وسوريا، الإمارات ومصر والكويت، السعودية، سلطنة عمان والبحرين. وعندنا هنا في أوروبا لدينا ألمانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا، وأيضا إضافة إليها أمريكا. هذه الدول التي انصابت في هذا المرض حاليا. طبعا أصدقائي وصديقاتي، سوف أقوم بإنهاء هذه الحلقة الآن، وسوف أضيف فيديو صغير جدا هنا أرجو أن تشاهدوه لكي تعرفوا ما هو المرض يعني تعريفا وماذا يصيب، وسوف أعمل لكم بعد قليل أو بعد يوم أو يومان حلقة ثانية ويوجد عليها شرح أكثر. مع السلامة. الفيروسات التاجية أو كما هو متداول بين الناس باسم فيروسات كورونا، مجموعة من أنواع الفيروسات الشائعة والتي عادة ما تؤثر في الممرات التنفسية، ويمكن أن تصيب الفئران والكلاب والقطط والخيول والمواشي كما تصيب الإنسان. ويعود سبب تسمية فيروسات كورونا بالفيروسات التاجية إلى ما تحمله من نتوءات سطحية تشبه التاج، حيث تعني كلمة كورونا باللاتينية تاجا. وبالرغم من وجود بعض الأنواع الخطيرة من فيروسات كورونا، إلا أن هذا الفيروس يسبب أمراضا غير خطيرة غالبا تؤثر في الأنف والجيوب الأنفية والحلق. وقد تم تحديد وتمييز هذا النوع من الفيروسات في الستينات من القرن الماضي لدى أفراد مصابين بالزكام، حيث تبين فيما بعد أن 15 إلى 30% من أمراض البرد والزكام يتسبب بها هذا النوع من الفيروسات. أعراض الإصابة بفيروس كورونا. تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا الأعراض المصاحبة لأمراض الجهاز التنفسي العلوي مثل الإنفلونزا، وغالبا لا يستطيع الفرد التمييز فيما إذا كانت الفيروسات التاجية هي السبب في مرضها أم الفيروسات الأنفية أم غيرها من فيروسات الجهاز التنفسي. وتظهر الأعراض خلال يومين إلى 4 أيام من الإصابة بالفيروس، ومن هذه الأعراض ما يلي: العطاس، سيلان الأنف، التعب العام، السعال، التهاب الحلق، الحمى. علاج فيروس كورونا. يتعافى المصاب بفيروس كورونا في الغالب من تلقاء نفسها، حيث لا يوجد علاج مخصص للمرض، ولكن يمكن التخفيف من حدة الأعراض المصاحبة للمرض بالقيام بما يلي: شرب كميات كافية من السوائل، أخذ قسط كاف من الراحة في المنزل وتجنب بذل أي مجهود إضافي، الامتناع عن التدخين وتجنب المناطق التي تحتوي على الدخان، تناول الأدوية التي تخفف من الألم والحرارة، أخذ حمام دافئ للتخفيف من السعال والتهاب الحلق. وفي حالة الإصابة بفيروسات كورونا المسؤولة عن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، فقد يكون دخول المستشفى ضروريا، حيث يتم عزل المريض والتعامل معه بالطريقة الصحيحة وإعطاءه ما يلزم من العلاجات المساندة والداعمة مثل التهوية الاصطناعية، بالإضافة إلى بعض الأدوية التي تستخدم لعلاج المرض مثل الستيرويدات ومضادات الفيروس. الوقاية من فيروس كورونا. بما أنه لا يوجد مطعوم ضد فيروس كورونا، فإنه ينصح القيام بالتدابير التالية للوقاية من الإصابة بها: غسل اليدين جيدا باستخدام مطهر يحتوي على الكحول أو بالماء الدافئ والصابون، عدم ملامسة العينين أو الأنف أو الفم باليدين إلا بعد غسلهما، تجنب الاتصال المباشر أو القريب مع الأفراد المصابين بفيروس كورونا،
استخدام القفازات التي تستخدم لمرة واحدة عند التعامل مع المصاب بشكل مباشر، عدم مشاركة السرير أو المناشف أو أواني الطعام والشراب مع المصاب بالمرض.